أهل البيت الولد والبنت، وبعدين في الآخر سابوا تركوا والدهم وأخذوا شقة بعيدا عنه شيخي الكريم، فهل يمنع عنهم المال عقابا لهم حتى يرجعوا إلى ما كان يريد منهم شيخي الكريم؟ إلى نعم، الله المشتكي. الله أسأل هذا الله عقوق، الهداية لأبناء اللهم المسلمين. اهدنا واهدهم نعم. يا رب. هذا عقوق، والرجل ما أراد إلا الخير له، هم أرادوا الهوى. لأنه يقول، قال السبب على ما سمعته، قال إن السبب إنهم أرادوا التلفاز. طبعا كل أب بيقول لأبنائه ما يقول، اتركوا كذا، افعلوا كذا، بالضبط صلوا، بالضبط بالضبط. صوموا، هو يريد الخير له، لكن ضابط. رد الفعل منهم عجيب وعنيف. وأيوه، نعم. أنا يعني من كان لي حق أن أعتب وهو فوق رأسي، أعتب عليه، هو الراعي، كيف يتركهم يأخذون شقة وحدهم؟ فده مشكلة كبيرة جدا. طبعا أنا سألت عن السن، وكررت مع حضرتك أن تسأل عن السن، لأن المسألة لابد يعرف كم الأعمار. يعني هم لو كان في سن حرجة، سن المراهقة، لا، هذه مسألة لا يحمد عقباها بحال من الأحوال. وهذا تفريط أيضا، يعني هو منه تفريط أيضا، هو الولي. هو الآن كلكم راع وكلكم مسؤول، عن رعيته. لابد أن يذهب ويأخذهم ويضعهم في البيت، لابد. قصرا يعني قصرا طبعا، أبوه ولي أمره. الآن شيخي كريم طبعا أسأل الله ألا يكون كذلك. دلوقتي بعض البنات ممكن تقول لأمها ولأبيها مالكيش دعوة بيا إلا من رحم الله، ابني يقول لأبي مالكش دعوة تحتاج بيا، تربية هذه. هيمسك يعني. أنا لا أقول إن هؤلاء هكذا، لكن هذا يحدث. له الزجر والتأديب، بل له الضرب، لكن ليس أي ضرب، له الضرب. علموا أولادكم الصلاة عند 7 واضربوهم عند 10. الآن ده تجاوزوا العشر. الآن تجاوزوا العشر. هو ولي ولا مش ولي؟ ولي طبعا. ولي. وراعي ولا مش راعي؟ أكيد راعي. مسؤول ولا غير مسؤول؟ مسؤول. خلاص، أعطاه الله تعالى مطلق الحرية الآن بضوابط الشرع، من أجل أن يضبط الولد خلقا وأدبا ودينا. هل له أن يعاقبهم بمنعهم من المال؟ ما هنا الآن هو ما أتى إلا بهذا العقاب. أنا أقول، هو لما لم يأخذهم إلى بيته؟ هو الرجل، هو أبوهم وليهم. فإن لم يستطع، فأنا ما أرى أنه يعاقبه بالمال. منع المال ده سيجرهم لأمر آخر. عوزهم للمال ممكن يجرهم لطريق آخر. نعم. ما أرى أن يمنع عنهم المال، لكن ما يعطيهم زيادة. الكفاية بالضبط، ولا بد أن يكون مراقبا لهم. يعني لا بد أن يذهب لهم صباحا ومساء. لم يستطع أن يرجع بهم إلى البيت. أنا إلى الآن لا أتخيل. نعم. أن والد لا يستطيع أن يرجع بولدي إلى بيتي. أنا هذا لا أتخيله، ولا أريد أن أتخيله، ولا أريد أن أتصوره. جزاك الله خيرا. أحسن الله.